في إطار شراكة المنظمة مع وزارة التكوين المهني انطلقنا هنا في مركز حمر العين وكذلك في مركز الأقليعة بإنتاج مواد الحماية والوقاية من كوفيد 19. هنالك عدة منتوجات من بينها الكمامات، من بينها أيضا المآزر الطبية، وأيضا يعني كان عندنا نموذج تاع ممر التعقيم. هي كلها نماذج سوف يتم توزيعها بالمجان. إطار الجهود المبذولة على المستوى الوطني في محاربة فيروس كوفيد 19، ارتأى مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد علي بن الحسن بأحمر العين أن يفتح أبوابه، خاصة ورشة الخياطة لخياطة الكمامات والألبسة الواقية بمعدل حوالي 1000 كمامة يوميا، وراح توزع هذه الكمامات بالمجان بالمجان على مختلف شرائح المجتمع. عندنا حوالي 15 حتى 20 خياطة متطوعة، كل هذه الخياطات المتطوعات أبينا إلا أن يساهمنا في كل مقدور تاعهم واستطاعتهم باش يعاونوا في الجائحة، جائحة كورونا اللي راهي تصيب بلادنا وعلى باقي مستوى العالم. إن شاء الله راهم هنا حرائر الجزائريات، خلوا ولادهم، خلوا شغالاتهم، كلي عندها محل خلاته يعني سمحوا كل شغالاتهم باش هنا يكونوا من أجل سلامة الجميع.